فيه. هل هذه الحيادية وهذه معايير التقييم؟ نعم. إذا وصلت الفكرة سيد إبراهيم، ابقى معي، أريد أن أتحول هنا إلى إسرائيل المتهمة أيضا باستخدام أسلحة الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة، وهذا ضمن القانون الدولي محرم استخدام مادة الفسفور الأبيض في مناطق يسكنها مدنيون. تفضل سيد عطير، سمعتني؟ نعم طبعا، نحن لا مانع لنا من الاستماع إلى انتقادات، ولكن أعتقد أن هذا التقرير ليس مبنيا على معايير ومقاييس مهنية وحيادية. في نهاية المطاف نحن ديمقراطية نحارب منظمة إرهابية قصفت المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ خلال سنوات طويلة، ولذلك نحن لا نقبل المساواة والمقارنة بيننا وبين هذه المنظمة الإرهابية الوحشية التي تقتل المدنيين في كلا طرفين. نعم، أنت تقول أنها ليست مهنية، لكن عفوا هناك لجنة تقصي بعثت من 4 أشخاص يزعمهم كريستوفر كوبس نيف خبير الأسلحة البريطاني، وأثبت قال أنها واضحة للعيان في كل الأزقة التي مر بها بغزة، كانت هناك أسلحة أو استخدام للفسفور الأبيض، وكانت حتى يعني في طور الاشتعال. فكيف يمكن أن تكون هذه المعايير غير مهنية؟ بالإضافة إلى أن هذه الاتهامات لم تأتي فقط من أمنستي، من أيضا هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية أيضا. إذا دقق هذا طاقم المعايير المهنية الحقيقية لكان اكتشف بأن استخدام القنابل الفسفورية مشروع حسب الأعراف والقوانين الدولية والمواثيق الدولية التي تتعلق باستخدام الذخائر المختلفة في أرض الميدان. الجيش الأمريكي يستخدم هذه القذائف، وكذلك الجيش الأمريكي لا يستخدمها في مناطق والألماني. يعني آهلة بالسكان سيد عفير. نعم، هذه الجيوش تستعمل هذه الذخائر في أفغانستان وفي العراق، في المناطق الفارغة وليس في مناطق مدنية. يعني تعرف أن غزة هي مكتظة بالسكان، هناك 1.5 مليون شخص. أين ما رميت استخدام هذه القذائف يسقط على مدني؟ لحظة، هذه القذائف أطلقت على مناطق مفتوحة كما نرى في صور، هي أطلقت ليست على أحياء ولكن على مناطق مفتوحة لكي تفاجر هذه القذيفة، أطلقت لكي تفاجر العبوات الناسفة التي زرعت في هذه الأرض في هذه المنطقة المفتوحة، ولذلك لا أساس لدعاك أنه هذه الأسلحة هي محرمة أو استخدامها كان بشكل مخالف للقانون الدولي، هذا ليس صحيحا. لكن شهادات بعض الأطباء للقانون الدولي ووفقا للمعايير الدولية، ولذلك إذا أرادت أمنستي منظمة العفو الدولية أن تكون مهنية يجب عليها أن تواجه الانتقادات إلى المنظمة الإرهابية التي قتلت المدنيين الأبرياء في كلا طرفين. يعني هي بالفعل وجهت انتقادات لها وقالت إن حماس استخدمت. نعم، ولكن كيف يمكن أن تنتقد قالت انها استخدمت المدنيين كدروع بشريه، وقالت ايضا انها في اطلاق صواريخ على اسرائيل ايضا تستهدف مدنيين، فهذا يعتبر في اطار جرائم الحرب. صحيح، هذه هي جريمه حرب من الدرجه الاولى، استهداف مدنيين بشكل متعمد بصواريخ ولو بدائيه خلال سنوات طويله، هذه هي جريمه حرب والحق مع منظمه العفو الدوليه. ولكن عندما تستعمل اسرائيل الاسلحه المشروعه وتحذر المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لكي لا يتم المساس بهم، وإسرائيل بذلت جهود كبيرة للحفاظ على حياتهم، يجب أن نرى دلائل لهذا في هذا التقرير، ولكن هذا الشيء لم يرد في هذا التقرير. وهذا موصف من يدفع الثمن هو حقوق الإنسان، ومن يدفع الثمن هو سمعة هذه المنظمة الدولية التي سعت إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في العالم وفي هذه المنطقة بذات. ولذلك يجب على التقرير أن يتعامل فقط مع منظمة إرهابية بشعة معترف بها بهذه الصفة في كل محل العالم الحر. نعم سيد جندلمان، ابقى معي، أريد أن أتحول الآن إلى السيدة يوز. إذا أنتم متهمون بعدم الحيادية من قبل الطرفين من حماس ومن إسرائيل، كون هذا التقرير ليس مبني على أدلة كافية بنظر الطرفين أيضا. أود العودة إلى مسألة الفسفور الأبيض. القانون الدولي والمنظمات الدولية تعبر عن كثير من مخاوفها لوجهة استخدام إسرائيل لهذا المكون للأسلحة، لأن إسرائيل تستخدمها بطريقة تسمح لها بالاشتعال لفترة طويلة بعد انتهاء المعارك والأعمال الحربية، وهذا قد استعمل أيضا بطريقة لا تميز بين الأهداف المدنية وغيرها.
ولهذا قام مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على كافة الأفرقاء لمنع استخدام هذه الأسلحة وعلى مصدريها كما على مورديها، ولهذا يجب على الجميع الخضوع واحترام حقوق الإنسان والقوانين التي تنص على احترام حقوق الإنسان وعدم إساءة استخدام هذه المكونات العسكرية في غير مواقعها، ويجب وقف ذلك ووقف تزويد هذه القوى بهذا العنصر. سيد جندلمان، يعني الممثلة من أمنستي تقول أن الأسلحة التي يتم توريدها لكم من قبل الولايات المتحدة وربما دول أخرى لا يمكن استخدامها في مناطق أهلة السكان، كذلك هي تطالب الأمم المتحدة باتخاذ قرار بمنع توريد الأسلحة لإسرائيل لأنها تستخدمها ضد مدنيين مرة أخرى. أنا لا أعرف ما هي الخلفية لهذه الإدعاءات. نحن نستعمل الأسلحة المشروعة دوليا ونحن نرفض كل هذه الانتقادات. يعني ماذا أراد العالم بأن نستعمل ضد الإرهاب الفلسطيني؟ الحجر؟ لكن الأمم المتحدة أيضا ذكرت أن هناك مبالغة في رد الفعل الإسرائيلي في هذه الحرب وأنها ربما تدرس منع توريد الأسلحة لإسرائيل. الرد الإسرائيلي لم يكن مبالغا. يعني نحن جلسنا بدون عمل خلال 8 أعوام عندما قصفت بلداتنا بالصواريخ وطلبنا المجتمع الدولي بأن يعمل ضد الإرهاب الحمصوي والعالم لم يعمل أي شيء. يعني كنا لوحدنا ضد الإرهاب الصاروخي من قبل حماس، وبعد 8 أعوام قررنا بأن يجب أن نعمل شيئا بشكل صارم وحازم ضد هذا الإرهاب. يعني نحن أعطينا فرصة بعد فرصة للعالم لكي يلعب دور لوقف هذا العدوان الصاروخي، ولكن العالم لم يستجب إلى دعوات الإسرائيلية. عندما قررنا بأن يجب أن ندافع عن أنفسنا العالم يصرخ، العالم يقول لا حق لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، ولكن لنا الحق وهذا الحق وحق مشروع وطبيعي. وهذا الحق يعني أنه يجب أن نستعمل القوة العسكرية وهذا ما قمنا به. الوقت بدأ ينفذ، أشكرك كثيرا. أشكر أيضا هيلين هيوز من منظمة أمنستي انترناشونال لحضورك معنا بالاستوديو. فوزي برهوم كان معنا ويبدو أنه غضب وترك الحوار، أشكره على أي حال.